مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، طلاب مدارس الأندلس بالصف التاسع، أهلا وسهلا بكم ومع لقاء جديد من لقاءات العلوم الاجتماعية. أبنائي الأعزاء، لا ننسى أبدا أن نظهر أفضل ما لدينا من أخلاق، فنحن مسلمون. الدرس السابق تحدثنا أبنائي عن أشكال الديمقراطية، والتي منها الديمقراطية المباشرة والديمقراطية غير المباشرة والديمقراطية شبه المباشرة، وأيضا تحدثنا عن مظاهر الديمقراطية بدولة قطر، ومنها الاستفتاء على الدستور عام 2003 وإصدار الدستور الدائم عام 2004 وإلغاء الرقابة على وسائل الإعلام ومجلس الشورى، 5 انتخابات المجلس البلدي المركزي. اليوم أبنائي سوف نتم الإجابة على تدريبات الوحدة الثالثة، الدرس الثاني، أشكال الديمقراطية ومظاهرها. أذكر أبنائي في البداية أن هذا الجزء لن يدخل في اختبارات منتصف الفصل الأول، ولكن سوف يدخل في اختبارات نهاية الفصل الأول بمشيئة الله عز وجل. أهداف درس اليوم: الهدف الأول أن يجيب الطالب عن الأسئلة الموضوعية بشكل صحيح، ثم يجيب الطالب عن الأسئلة المقالية بشكل صحيح. نتابع مع بعض أبنائي، والسؤال الأول صفحة رقم 82: تم الاستفتاء على الدستور في دولة قطر عام بارك الله فيك 2003. السؤال الثاني: ساعد على حرية الرأي والتعبير في دولة قطر مفكر رائع. إلغاء الرقابة على وسائل الإعلام ساعدت كثيرا على حرية الرأي والتعبير بدولة قطر. نتابع أبنائي، السؤال الأول رقم 3، سؤال اختياري: عدد أعضاء المجلس البلدي المركزي، كم؟ هل 19 أم 29 39 49؟ رائع يا ولدي، 29 أعضاء المجلس البلدي، عددهم 29 عضو. يعد الاستفتاء على الدستور القطري صورة من صور الديمقراطية، هل المباشرة أم غير المباشرة أم النيابية أم شبه المباشرة؟ ما هي الإجابة الصحيحة أبنائي؟ جزاك الله خير يا بني، أحسنت، غير المباشرة. نتابع السؤال الثاني: حدد أوجه الاختلاف بين كل من الديمقراطية المباشرة والديمقراطية غير المباشرة. أمامنا جدول الآن، الديمقراطية المباشرة وهنا الديمقراطية غير المباشرة. وجه الاختلاف بينهما أن الديمقراطية المباشرة يكون فيها الشعب مصدر السلطات وله حق ممارستها، أما الديمقراطية غير مباشرة يقوم فيها الشعب بانتخاب النواب الذين ينوبون عنه في اتخاذ القرارات. السؤال الثالث صفحة 83: بما تفسر أهمية الدستور الدائم لدولة قطر؟ 1- يرسي دعائم المجتمع الأساسية ويجسد المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وأيضا يضمن الحقوق والحريات. بما تفسر تعرف الديمقراطية غير المباشرة بالنيابية. الإجابة هي: حيث يختار الشعب نواب ينوبون عنه في اتخاذ القرارات. ثانيا: ما النتائج المترتبة على إلغاء الرقابة على وسائل الإعلام؟ النتيجة المهمة جدا عندما يلغى الرقابة على وسائل الإعلام، هذا يؤدي إلى إبراز وظهور حرية التعبير وزيادة مساحة من الديمقراطية بالدولة. السؤال الرابع أبنائي الأعزاء: دلل بالأمثلة على تطبيق الديمقراطية في قطر. المثال الأول:
الاستفتاء على الدستور. المثال الثاني إصدار الدستور الدائم. المثال الثالث إلغاء الرقابة على وسائل الإعلام. ولدينا المثال الرابع مجلس الشورى. أبنائي الأعزاء، أتمنى لكم النجاح والتوفيق في الاختبارات، وشكرا لكم على حسن المتابعة. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.